مش هروح المدرسة تانية يا جنط حنان، مش كفاية السنة اللي راحت عليا؟ لا يا روح طنط حنان، هتروحي المدرسة تاني وتعوضي كل اللي فاتك. أصل أصحابي وحشوني قوي. وأكيد كمان يا قلبي أنت كمان وحشتيهم. ما تقلقيش، أنا هتكلم مع ماما في الموضوع ده، وأكيد كلها يومين تلاتة وهترجعك المدرسة تاني. صباح الخير. صباح الفل. أهي ماما جت أهي، قولي لها بقى يلا عن موضوع مهم. موضوع مهم؟ ومخليه كمان طنط حنان واسطة؟ خير. أصلي يا ستي سهى عايزة ترجع المدرسة تاني. مدرسة؟ طيب طيب، هرتب ده مع شركة الأمن والحراسة وأشوف يتم إزاي عشان أبقى مطمنة عليكي. يعني إيه؟ مش هروح وأرجع في المدرسة زي زمان مع أصحابي؟ هو إحنا ليه دايماً بيحصل فينا كده وناس وحشين عايزين يموتونا؟ جرى إيه سهى؟ بتقلبي عليا المواجع ليه وأنا ناقصة؟ نورهان نورهان بنت صغيرة. معلش يا سهى، اصل ماما بس حبيبه قلبي اتاخرت على شغلها وهي علشان كده متوتره، وهي اكيد كمان يومين كده هترجعك المدرسه على طول. انا فعلا متاخره على الشغل. باي باي يا مامي، ما تتاخريش. معلش يا سهى، هي اكيد يا قلبي ما سمعتكيش، ما تزعليش. حقك عليا. أنا عايزاك تحط عينيك في وسط راسك، مش بس تأمن بنتي وحنان، أنا عايزاك تأمن كل اللي موجودين في الفيلا. لو حصل أي حاجة أنا مش هسكت. طمني يا فندم، ده اللي حصل فعلا.